كانت إجازة نهاية الأسبوع قد بدأت أخيراً. ذهبنا في أحد الأيام أنا وأخي مع أبوينا إلى حديقة الألعاب. كنا أنا وأخي فرحين جداً وننتظر هذا اليوم طوال الأسبوع الماضي. كانت هناك الكثير من العوائل والأطفال، ألعاب مسلية بشتى الأنواع، مطاعم ومقاهي، وسيارات بيع البوظة والذرة، والفول السوداني الذي أحبه كثيرا. كان الجميع مبتهجا صغارا وكبارا. ركبت دراجة نارية الكترونية ثم حصانا ميكانيكيا يتحرك بسرعة ويصدر أصواتا مضحكة. ناديت أبي من بعيد وصرخت قائلة: أبي، أريد أن أشتري الفول السوداني. التفت لأبحث عن أقرب مكان أبتاع منه، فإذا بي أرى طفلا لا يكبرني كثيرا يحمل كيسا فيه لفافات ورقية قد ملأ كل منها بالفول السوداني. كان يقترب مني وينادي: فول سوداني، فستق، مكسرات. اشترينا منه الفول السوداني وبعضا من المكسرات. انتبهت للحزن الذي بدا على وجه والدي، كان سابحا في التفكير حزينا يتأمل. سألته على الفور: أبي، ماذا جرى؟ رفع ببطء رأسه وقال لي: الكل هنا سعيد وبشوش، والعوائل فرحة، الأبناء يتنعمون بجلال الوالدين، إلا هذا الطفل المسكين، إنه طفل يتيم. هكذا قال لي صاحب محل الفطائر هنا. سألته: يتيم؟ ما معنى هذا يا أبي؟ فأجابني قائلا: اليتيم هو من فقد أباه أو كلا أبويه. شيقت بحزن وقلت: آه، يا للوعة هؤلاء الأطفال ويا لأساهم. سكت أبي ثم قال: آه، لقد تذكرت أيتام الحسين عليه السلام. أطرقت رأسي بحزن وتساءلت: ترى ما كان حال أولاد ونساء وأهل بيت سيد شباب الجنة بعد واقعة كربلاء، وكيف نستفيد مما جرى عليهم في التعامل مع الأيتام والإحسان إليهم. إخوتي أخواتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله لكم العزاء بحلول أيام الله، أيام الحسين وآل بيته الأطهار وأصحابه المنتجبين الأخيار. واقعة كربلاء لم تكن مجرد حدث تاريخي ومضى، بل هي مدرسة أخلاقية عظيمة تتعلم منها الأجيال على مر العصور. كربلاء هي قصة الإنسان والإنسانية. كربلاء هي ملحمة أخلاقية كبيرة، حرب كانت بين الأخلاق السامية وبين الأخلاقيات والسلوكيات السيئة. كربلاء ضمت الكبار والصغار، الرجال والنساء، فالطغاة البغاة ما اكتفوا بقتل الحسين عليه السلام وما كفاهم أنهم يتموا عياله وأبكوهم، بل زادوا حزنهم بأن أخذوهم أسارة من كربلاء إلى الشام على الجمال دون سرج، مكبلين بسلاسل وأغلال بعدما اعتدوا عليهم في الخيام. ومن الأمور اللي نستقيها من كربلاء هو الاهتمام بشكل عام بالمستضعفين من الأطفال والنساء وغيرهم، وبشكل أخص الإحسان إلى الأيتام. أحبتي، يمكن أغلبنا عندنا عوائل وأهالي يهتموا بينا ويلبون لنا رغباتنا بقدر المستطاع، لكن بالمقابل هناك أطفال فقدوا هالنعمة، انحرموا من أهم شيء يحتاجه أي واحد منا وهو رعاية الوالدين. في واقعة كربلاء كان الإمام الحسين عليه السلام حريص على الأيتام، فهو نادى حميدة ابن مسلم ابن عقيل بعد مقتل والدها ومسح على رأسها ورعاها وحاول يخفف من حزنها، رغم أنه يعرف بأنه راح يخلف أيتام بعد مقتله ومقتل باقي أهل بيته وأصحابه. ونحن من دورنا يا أصدقائي أن ندرك أن هناك أطفال فقدوا الأهل والمأوى
وهم في حيرة من أمرهم، إما بدار الأيتام أو في حالة مزرية يعيشون الفقر والحاجة، ليس إلى المال فقط بل إلى العطف والحنان والمداراة بالدرجة الأولى. وقعة الطف تذكرنا بالأيتام، وحتى لو كنا مرتاحين ضمن أجواء أسرية ودودة فلازم نشكر الله على هالنعمة بأن تكون لنا دافع لمراعاة من فقدها. أحبتي، علمنا الإمام الحسين عليه السلام وعلمتنا كربلاء أن نراعي الأيتام ونهتم بهم، وهناك بعض دور الأيتام تحتاج إلى دعم مادي ومعنوي، فخلونا ما نقصر والله الله بالأيتام، سواء في الميتام أو أولاك المشردين أو اللي يسعون لكسب الرزق والعيش رغم صغر سنهم، واجبنا نعينهم ونعطف عليهم ونرد لهم جزء من طفولتهم المفقودة، ونكون بذلك مشينا على خطى سيد الشهداء. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.